احنا نحمي اولا نحمي رئيس وزراء طيب. ووزير داخلية وقائد شرطة اذا حدثت مسرح في مدينة الناصرية واحنا على اعتاب مسرح الشباب مصمم على ثلاث نقاط وهي قائد شرطة لقص صراحة من المتقنين الغاء الدعاوي احنا مستعدين طيب. تأتي لجنة دولية ولجنة من حقوق الإنسان للتحديد انت تقول يشتغلوا خارج طيب. دولية شنو دولية انت معناته تشتغلوا خارج تشتغل السفارة زين. السفارة تتدخل من بأي حق انت تطلب لجنة دولية منو انت حتى تطلب لجنة دولية العراق زين. سيادة كاملة طيب. اطلب لجنة دولية بالتحقيقات اللي تعملون للسفارة الامريكية وانا امام تنفجع ها واقع الحال انت تقول مو انا طيب. انت تقول انا طيب لجنة دولية تعال يا امم المتحدة يا ولاد المتحدة الامريكية تعال اربي تعال اقضي انا انتم تعملون للسفارة الامريكية ليل النهار واضح ما يقبل الحكي على اساس انا ادعي لجنة دولية منو انت تدعي لجنة دولية ما تكون انت زين انت والله متظاهر راح تربط القانون العراقي وحطك على راسي اما تجي تشتغلوا للسفارة ذيك السفارة راح تشتغلها زين والقانون يحاسبك خليه يكمل بدون زحمه طيب. عليك شنو شنو استاذ هشام القانون علينا نعم وتكون هناك دوله وليس لا دوله طيب. ودوله مؤسسات وليس دوله طيب الاتهامات عيب احنا ابناء ابناء وطن احنا ارباب ارباب المواكب الحسينيه وارباب فتوى جهات كوباي نور جهير هم مسوي موكب حسيني حرامي نور جهير هم سوى موكب اكبر موكب بالعراق هو حرامي طيب. شنو المواكب الحسينيه يعني احنا خليها صبغه علينا يعني طيب تنين يعني سوى موكب حسيني يعني مصار وطني هذا مو صحيح هسه بس تقول له هيك يقول لك خلي يعني واقع الحال يقول لك الحكومه ليش ما تلقي القبض على نور جهير لون شير لا 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 احنا مو قاعدين بحلقه انا قلنا نعم. الحكومه مشاركه في هروب نور زهير احنا مش نضحك عينا مش زين لا واقع الحال طيب. بس احنا نقول لا نحرق البلد يا اخي لا نحرق البلد زين لا نحرق البلد للمصلحه العامه تقصد المصلحه العامه تهمنا لا تهمني نور زهير ولا يهمني السوداني ولا يهمني ايا كان احنا يهمنا العراق زي. يهمنا اطفالنا يروحون الصبح للدوام هم طيب. يشعرون بالامن والامان مو اروح طيب. القى واحد لحاله اللي طاير طيب. ولا تروح للوظيفه يقول لك ارجع هاي عصابه زين ونحن لن نسمح للعصابات طيب.